طيب بحكي لك read and write، اقرأ واكتب. عندكم ثلاث فقرات. أول فقرة هاي رح أقرأها. Hello, I am David. I love cars. أنا اسمي ديفيد، أنا بحب السيارات. I want to be a mechanic. أنا بدي أصير ميكانيكي. I don't want to be a flight attendant. أنا ما بدي أصير مضيف طيران. الفقرة الثانية بتحكي عن بنت اسمها لويس. شو بتحكي لويس؟ Hi, I am Lois. I am good at writing. أنا اسمي لويس، أنا شاطرة أو بعرف بحب الكتابة، تمام؟ I want to be a journalist. أنا بدي أصير صحفية. I don't want to be a sales assistant. أنا ما بدي أصير بائعة. فقرة الثالثة paragraph number 3 تحكي عن جيني، بنت اسمها جيني. Hello, I am Jenny. اسمي جيني. I like talking to people. أنا بحب التحدث مع الناس أو إلى الناس. I want to be a receptionist. أنا بدي أصير موظفة استقبال. I don't want to be a librarian. أنا ما بدي أصير موظفة مكتبة. هدول الثلاث فقرات. هلا الأسئلة بتخصهم. إذا بحكي عن ديفيد بدك ترجع للفقرة اللي فيها ديفيد، إذا بحكي عن لويس بنرجع لفقرة لويس، وإذا بحكي عن جيني بنرجع لفقرة جيني. نبدأ نمبر 1، هي محلولة بالكتاب رح نحكيها. Does David want to be a flight attendant؟ هل ديفيد بده يصير مضيف طيران؟ طيب قبل شوي سمعنا ديفيد ما بده يصير مضيف طيران، فشو الجواب رح يكون؟ No, he doesn't. طبعاً أنا شرحت الجرامر كامل، ما رح أرجع أشرحه هلأ، بتكون تدرسوه من الفيديوهات اللي قبل. No, he doesn't. لا، هو ما بده. Number 2. Does Lois want to be a journalist? وين فقرة لويس اللي هي number 2؟ فبنطلع، هل لويس بدها تصير journalist يعني صحفية؟ آه، هي حكت قبل شوي I want to be a journalist. فمعناته شو الجواب؟ Yes, she does. تمام؟ تكتبوا Yes, she does. Number 3. Does Jenny want to be a receptionist? Yes, she does. كيف عرفت؟ لأنه قاعد بحكي لي أول شيء Jenny want to be a. شو بدي أحط قبلها عشان أعملها سؤال؟ بدي أحط كلمة does. تمام؟ أكتبوا does. فبصير السؤال Does Jenny want to be a. لسه مش عارفين شو الخيار اللي بدنا نحطه. شو الجواب؟ Yes, she does. الكتاب كاتب Yes, she does. يعني هي بدها هذا الاشي. فبروح على فقرة جيني. هي شو بدها تصير أصلا؟ بدها تصير receptionist، صح؟ معناته لأن الجواب positive يعني نعم، فبحط هي Does Jenny want to be a receptionist? Yes, she does. حطوا بالفراغات does و receptionist. تمام؟ Number 4 نفس الفكرة، عم نسأل عن جيني، فراغ بعدين جيني want to be a فراغ. طيب شو الجواب؟ No, she doesn't. معناته بدي أدور على الإشي اللي جيني ما بدها تصيره. فبروح هي حكت I don't want to be a librarian. أنا ما بدي أصير موظفة مكتبة. فبرجع للسؤال شو رح أكتب؟ Does Jenny want to be a librarian? No, she doesn't. لا، هي ما بدها تصير. كيف عرفت إنه لازم أكتب librarian؟ لأنه هي حاكية I don't want to be a librarian. خلصنا اللي هو activity number 7. هلا بدنا نحل آخر سؤال activity 8. page 9 activity 8. تمام؟ بحكي لك read activity 7 again. قرأنا then write. بدك تكتب ديفيد، رح نرجع على الفقرة الأولى اللي هو بتحكي عن ديفيد. ديفيد wants to be a فراغ. شو رح أكتب؟ ميكانيك، ميكانيكي. ليه؟ لأنه حاكي I want to be a mechanic. Because he، طيب ليش هو بده يصير ميكانيك؟ لأنه بحب السيارات. هيا لأنه كاتب I love cars. فشو بتكتبه؟ Because he loves cars. تمام؟ لأنه بحب السيارات. بعدها he does